عودة لا ام تي في الايف ما فكرت واتس كوكينج مع شيف توني بانو. صباح الخير. موجود. ماشي الحال؟ تمام الحمد لله. اليوم عندنا كينوا سلاد مع سالمون. مع سالمون صحيح. اكزوتيك صوص مع فروت، يعني خلطه شوي هيك سبيسيال اليوم. وخارج صيفيه يعني هيك هيك اكلات خارج صيفيه بيكون. فريش والفواكه هيك كلها تشكيله طيبه مع بعض. مزبوط. انا شو عامل اليوم؟ جايب اليوم الدارن سومو، يعني سمكه السومو اللي بتجي كامله مقطعين منها ترانشات. رح دغري هلا انا. اوكي مثل ما هي يعني مقطعينها وتركين السكين. صحيح. شايل منها انا كل شيء حسك، بعد فيها بس الحسك اللي بالنص اللي هي بتجي العظمه اللي بالنص. أوكي. هذه اللي بتلقطهم على بعض. بتلقطهم على بعض صحيح. أوكي. انا لفيتها على بعضها، رح نشكها هلا بكردونه ونحطها بالفرن. نعذب شوي الجلد قاسي لانه شوي. هلا اذا ما شكيناها بالكردون فينا نكون عم نربطها مثل ما انت عملت باول وحده. صحيح فيك تربطيها. ايه كمان اوكي يلا. وبتكون بس هي بس تاخذ الشيب المبروم هلا يعني بالفرن. رح نعمل حدا كينوا. انا سالق دجاج كينوا لورا. كينوا جايب ميكس الحمراء والبيضة. كينوا بتحطي مي، تغلي مي، بتحطي الكينوا بقلبها على نار خفيفه تقريبا 6 دقائق 7 دقائق، بتستوي بتشيليها وبتسقيها دغري على الكينوا. برجع بحط عليها مي مسقعه. بتسقيها دغري يعني اذا بتخليها صفيتيها بتخليتيها سخنه بتكفي الاستواء تبعها. اوكي. سو بترجع كثير بتصير مستويه. وانا جاي عندي النوعين البيضه والحمراء. البيضه بتجي الحمراء بتصير طعمتها اقسى شوي صغيره بتضل الحمراء. الحمراء البيضة حتى هي بتضل فيها القرشه اكثر كمان. صحيح بس الحمراء اكثر. يلا فينا نربطها مثل ما قلتي لورا كمان. انت عملت باول وحده ربطتها لنفرجي المشاهدين. ايه بهيدي ربطناها. يلا رح نعمل لها شوية سويت تشيلي. هلا لما بنشقوا بنشيلهم. بنشيل الكردون اكيد. صحيح. لكن السومو مقطع حتى لفيناه مع هيك مع الستيك كرمال يلقط على بعضه. بدنا نزيد له شيء قبل ما يفوت على الفرن. شوية سويت تشيلي، شوية صويا. وبنحطهم بالفرن. بس هيك؟ لأنه رح تيجي الصلصة عليها على وجهها هي، الصلصة عبارة عن مانجو وأفوكا وشوية بصل وكزبرة وحامض، يعني صلصة طيبة رح تعطيها النكهة كلها. وما بدنا كثير وقت لورا، هو بالفرن تقريبا شيء 5 دقائق. اوكي. إذا بدك بعد شوي بنحطه حتى بنحط على فرد ميلي بس؟ إيه على فرد ميلي تطلع جوسي وهيك واخذ شوي طعم. فينا يكون عم نقليها نحن بالمقلاية قبل تنحمص أول بارت من تحت. إذا عم نعمل شيء مثلا مش سلاد يعني، بس السلاد بفضل تضلها هيك طرية السومو. يلا هلا شي دقيقتين بنحطها بالفرن حتى تطلع تغري تضلها سخنة على وقت التقدير. الكينوا مثل ما قلنا سلقتها انا حضرتها. رح نبلش ادلها شويه فليفله حمراء. رح اخلي شوي بدي احطها مع الصلصه لانه وشويه فليفله خضراء. وعندي خيار كمان. رح ناخذ القشره من برا مش هناخذ اللب. بدنا القشره. اخذ القشره وشوي من جوا، انا ما بدي اخذ هاي البارتي. هاي بتصير كثير مي بقلب الكينوا. بيرجع بيطش زياده ساعات. كمان كيوب صغار. يلا. لكن صار فيها فليفله ملونه وخيار، رح احط لها بصل اخضر كمان هلا. نحط بصل يعني اخضر. يعني سلاد نحط لها كل هالخضره ال صحيح. وقت البقلة. بس كمية الكينوا كبيرة ما هيك؟ مش يعني مش رح احطها كلها انا هلا. مش رح احطها كلها. تقريبا بدنا شي نص كيلو. نحن بدنا انا حاطط على الريسبي بدنا شي نص كيلو كينوا. نص كيلو
بصل اخضر ناخذ البارتي الخضراء طرف، لانه البارتي البيضاء البصله يعني بتطلع كثير حاده يمكن بهيك صحيح كرسات. اوكي شوية ملح، يعني كثير في افكار سلات كينوا، كثير في خلطات. بتخيل شو ما نعمل بالكينوا رح يطلع طيب. كينوا طيب صراحة. شوية زيت زيتون. هيدي رح تكون السلاد من تحت. حطينا شي حامض؟ حطيت حامض وزيت. حامض وزيت وملح. صحيح. لك يعني كينوا، فليفلة حمراء، فليفلة خضراء، الخيار أخذنا بس البارتي البرانية. وبصل أخضر. وبصل أخضر. ملح. حامض. حامض وزيت زيتون. يعني كمية الكينوا بدها تكون أكبر من كمية الخضرة كرمال. إيه أكيد أكيد. خلينا هلا لورا بهالوقت نحط هدول بالفرن. بلش نعمل هلا الصلصة. أنا عندي هون مانجو مقطعهم كيوبات صغار. أوكي. يعني الباز تبع الصلصة هي الإكزوتيك فروت. صحيح. مانجو، الأفوكا. شايف عندك ليتشي كمان. فينا جبت معي ليتشي، انا هيك حبيت احط بال فينا نحط بالسلاد شوية ليتشي، بس فينا نحط فينا ما نحط اذا موجود، يعني هلا موسمه لانه سو اذا موجود كثير طيب، بيعطي طعمة طيبة بالاكل وخاصة هيك اكل. كمان الافوكا بدنا نقصه كيوبات صغيرة. رح نقصه كيوبات صغيرة، بس انا شو رح اعمل اول شيء لورا؟ رح احط المانجو، حط لها الحامض، حط لها الكزبرة، سويت تشيلي، حط لها البصل الاحمر اخلطها، اخر شيء بحط الافوكا طما يخبص ويستوي. طما يخبص صحيح. واسهل شيء لما تعلق البذرة هون. هلا المانجو اذا كانت حسيتيها كثير حلوه فيك ما تزيد اللا سويت تشيلي، وفيك ما تزيد العسل، انا حاطط عسل. اه والله بس في تشيلي هي يمكن اساسيه. ايه لانه يعني انا مش حابب ما بكثر ساعات. انت شو بدك تعمل؟ رح تحط؟ رح احط انا شوية سويت تشيلي. هي اكيد شوي. يعني اكل كثير صيفيه. سلاد ريفرشنج، فيها من كل شيء. فيها تكون سلاد بس هي فيها تكون كمان طبق كامل، واحد ممكن يتغدى هذا الطبق. طبيعي فيها كل شيء. لانه فيه كل شيء، فيه السمو، فيه الكينوا اللي هو النشويات، الخضره. يلا خليني اقطع الافوكادو، انا بنرجع نبلش نعمل الصلصه. جهزهم. كله كيوب صغار. كيوب صغار لانه يعني الاكل رح تكون هيك، يعني رح احط السومو، رح احط عليها الصلصه، المفروض تكون هيك شوي حبتها صغيره. بلشت تطلع ريحه السومو مع السويت تشيلي بالفرن. يلا هلا نبلش بالصوص. الصوص لك يعني بشو منبلش؟ عندنا شوية حامض هون نحطهم. ملعقتين سويت تشيلي. يعني إذا كانت شوي حلوة المانجا بنحط ملعقة. بفضل بنقلل شوي، يا عسل يا سويت تشيلي بنقللها. البصل الهندي أو البصل الأحمر. أحمر لأنه خرج الني. خرج الني. بيجي حلو. شوية زيت زيتون كمان. وأهم شيء فيها الكزبرة لورا. أكيد، على طول مع هيك وصفات الكزبرة
كثير مهمة. ايه. كمشت كزبرة؟ ايه اذا بدك فيك تكتري لانه كثير طيب الكزبرة معه. يلا هلا رح احط شوية ليتشي، فينا ما نحطها، نحن قلنا انه مش ضرورية، بس إذا موجودة عندنا فينا نحط كمان. فينا نحط ليتشي. أنا دقتهم قبل شوي، زعبرت ودقت حبة، أنت ضيفتني إياها. ما بتزعبر أنت كثير طيبة، إيه. شرعياً دقتها لأنه أنت ضيفتني إياها. بس كثير سويت يعني بتلبق مع هول الطعمات اللي عم نعملهم. فينا فوتها بكثير سلادات الليتشي أصلاً يعني. فيها بذره بالنص بنشيلها بس نحن ما رح نعرف ناخذ هالريسك بهيك طعمات غير ما انه انت تعطينا الوصفه وتعطينا كيف الكميات والمقادير يعني انا اتليست ما بعرف لورا صرت بروفيشنال بروفيشنال يمكن الصومونات هلا شديقه وبنشيلهم دقيقتين بنشيلهم تخيل ايه ما بدهم كثير وقت طلع عليهم او بعد يا عزيزي يلا شي دقيقتين دقيقة ومشينا دقيقتين ومشينا لك يعني هون حطينا المانجا حطينا ملعقتين تشيلي صوص حامض كزبرة زيت زيتون زيت زيتون بصل احمر ليتشي ليتشي وفي عندي انا شوي تركت شوي فليفلي فليفلي اللي بقيوا شوي رح نحطهم الاحمر فوق. والاخضر وبضل في الافوكا بضل في الافوكا هلا في كثير اشخاص ما بيحبوا فليفله نيه بس ليك بس لا ما بالسلاد موجوده يعني هي زيت ونعمها وبعدين انه بتقطع هيك يعني بتقطع هيك هي. صغار وكميه قليله منها كبير زست حامض زست حامض يلا مزيد الافوكا خليني ذوقها اذا بدها شويه ملح مزيد الافوكا فوقها هو الافوكا اجمالا لازم نحطه دغري قبل التقديم تما يصفر لونه نتركه لاخر مرحله عظيم شو بدها شيء؟ عظيمه شفتي شو سريع على الاكل اليوم؟ ايه بس بدها تحضير الخضره قبل بوقت بس غير هيك لكن نحن بس نحط رح نحط اول شيء الكينوا فوقهم شقفه الصومون فوقهم عوجهم الصلصه اللي هي الفويكل يلا نحن اذا بدك فينا كمان نبلش نعمل البلاك يلا نبلش لبين ما صار وقت البريك خلينا نشوف الصمون الصمون هذه نشيلها خلصت لانه اكيد شو ريدي؟ ايه لا والله شو حلو بنشيل الستيك اكيد لانه إيه خلص كمشت على بعضها هلا بنشيلها بس نبلش نحط ال فينا نعملهم قوالب كمان فيك كيف بنعمل تيكمش الكينوا على بعضه شو بنكون عم نزيد تيطلع هيك مثل كريم تشيز فيك تحطي بس حسب الاكل يعني بهالاكل هالاكله لا ما بدها بحس ما بدها ما بيلبق لك الكريم تشيز هلا نحط الصومو عليها والصلصة على وجهها والصلصة على وجهها كل هالالوان شو حلوة عن جد صيفي هالطبق وبغزة بغزة الصومو والكينوا والخضرة اللي بقلبها كلها زيادة يعني نحط الصومو على وجهها لأنه
هلا دغري بقى معنا دغري خلص طلعت الستيك هيك بتعرف انه استوت كمان. الصومو ما حطينا له حتى ملح بس سويت تشيلي وصويا صويا والمالحه هي نحن ما حطينا بالصوص صويا ولا بالشي لا 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 بس حطيناها بالنقع لازم نكبر الشوط يلا بس نشيل هذا نحط الكبير نحط الكبير هذا اللي ربطيناه اوكي لك يعني هيدا هو الطبق بدنا نحط بعد الصلصه فوقه بيكون جاهز للتقديم بناخذ بريك وبنشوفه من بعد عودة لفكرة تيستينج مع شيف توني بانو ومع كريستال بونجور هاي شيف كيفك؟ شيف يعني تحت الهواء وقبل ما نتغدى اهتميت فيي هيك شو قلت لك ثانك يو بشتاق لك لانه ضلنا زمان مش شايفين مثل هنا شي ثلاث جماع مينيموم اليوم انا وياك فاهتم فينا ليك ما لابلا عملنا اليوم غير شكل معقول شو حلوه البرزنتيشن هي كثير بدك تذوقي لنا طعمه هلا طعمه ما في شك يعني قد رح تكون طيبه نحن لكينا قلنا انه حطينا سويت تشيلي بال مع المانجا بس كان فينا نستبدل بالعسل ما فينا نحط الاثنين مع بعضه الاثنين مع بعضهم لا يا عم اذا بدك تحطي عسل فيك تحطي كمان شويه حار بس انت لورا ما بتحبي كثير الحار سو لا انا بحب السويت تشيلي طيب بيكسر يعني شايفه بدك تاكل معنا دوق معنا انا بتعطوني رايكم اول شيء اذا طيبه بدوقها معقول نقول لك مش طيبه معقول اصلا تكون مش طيبه؟ مش طيبه صحيح يمي بدي ادوق الصومو هو الصومو كيف ما عملتيه بيطلع كثير طيب مع الكينوا مع الصلصه كثير طيبه المانجو والافوكا وهيك في بصل كمان في بصل خفيف ايه بس طيب الكومبينيشن كثير لانه البصل الاحمر طعمته مش قويه طعمته طيبه سويت طيب الكومبينيشن كثير طيبه مع الكزبره كمان بتعطيها طعم كثير طيبه هيدي فوق الصوص الخضره شو طيبه كثير وطلع طيب الليتشي معه طيب طلع انت كنت مردد اذا بتحطها ولا لا عم نجربها طلعت طيبه يعني جد طلعت كثير طيبه يعني جد بمحله يعني لابق مع المانجا ولابق مع الافوكا فيري نايس يعني هيك طبق ريفرشينج صيفي الوان وكله خضره وطبق كامل متكامل يعني وبغزه بغزه صحيح عن جد كله ثانك يو شيف ميرسي يعطيك العافيه على طول بتفاجئنا بافكار جديده وريسيبات جديده وكل مره بتطلع على القد وبتزبط معك ثانك يو شيف كريستال صحتين ميرسي باقي الفقرات منتبعها معك من بعد البريك رح نكون ناطرينك مشاهدينا انا خلصت لليوم بشوفكم بحلقه جديده كمان بكره انتوروني باي باي